السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل يوزر فيلد؟ بروح لكونفيجر واقول له يوزر فيلد. بيفيدني في ايه الموضوع دوت؟ بيفيدني ان انا اقدر اضيف قائم هنا، اقدر اضيف حاجة خاصة بيا، بحيث مثلا ممكن اضيف الرقم مثلا او الفلوس او التسعيرات او اي حاجة، او اي حاجة انا عايزها. تمام، باجي هنا اقول له انا عايز اضيف مثلا، خلينا نسميها اسم كده، يكون مثلا ABA مثلا. عايز تحسب حاجة، الكاتيجوري بتاعتك عايز تحطها في التاسك ولا في الريسورس ولا في 3D؟ خليها مثلا في التاسك. التايب، هل هو انتجر ولا نمبر ولا سترينج؟ هل هو ارقام ولا حروف ولا يس اور نو بولين ولا ولا داتا ديت؟ طريقة الحسابات، هل انت عايز تحسبهم؟ تمام، ف هتقول له مثلا عايز هجمع حاجة معينة او اضيف حاجة معينة. تقدر تعمل حسابات اللون اللي انت عايزه. يبقى انا عندي تاسك اسمها ABA. تمام، التاسك ديت التايب بتاعها الكالكوليشن تايب، اللون. تمام، هقفل ديت وهاجي هنا وادوس رايت كليك واقول له كوستمايز كولوم، واقول له انا عايز الحاجات اللي هي في اليوزر فيلدز اللي هي الاي بي اي دي عايز اضيفها هنا. تمام، اقول له اوكي. فتيجي تلاقي في خانة هنا اتضافت لك، تقدر تحط ارقام مثلا، مثلا تكلفة التاسك دي هتبقى قد ايه، التكلفة مثلا بنا سور بنا حيطة هتكلفنا دي، فتبدأ تكتب الرقم وتبدأ تحسبه.